طب اليوم شو بتنصحي لعباس؟ شو بتنصحي لعباس ليربح بديور مشاهير؟ أول شيء يضل عم يتسلى مثل ما هو عم يتسلى ويركز أكثر على الرقص على الدبكة أكثر شيء. بس بالفعل كثير عم يطلع مهضوم وقد ما عفوي وطبيعي كل الناس حابينه. طب كيف كان التصوير مع عباس بالفيلم؟ أنا تعرفت عليه بتصوير المهراجة وتقربنا كثير وكانوا تقريبا المشاهد كلها مع بعض. عذبكم بالتصوير؟ المشاهد. لا أبدا كثير على الوقت هني بحب شغله شاطر عباس كثير تالنتد فتحت لها كل اللوكات شو هي كل يوم يعني كل مشهد بيكون لوك غير اللوك الثاني اوكي تصور وتنزل ودايما عم بيصور هي حده وانا انه كثير مبسوط انه عم بشتغل معها بالفيلم فكنت عم صور عم اخر شيء انتبهت انه لازم ما ننزل بس كنت منزل يعني كانوا نزلوا كل يوم نزلنا انت بس بتعرف انه كنت فاضح اللوكات كلها يعني انت كل ما عم بتصور وبتنزل هذا شيء حاله نشكر الله ما ترك شيء ما ترك ولا سيربريز لنهار الفيلم لانه كله كان حرقه قبل بشهرين يا عباس هيدا دراس خصوصي للفيلم اتركه خليه يبين لا 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 هلا لازم يشوفوا الناس خبرني كيف كان الشغل مع دالي اقول لك الدغري بلا لف ودوران اكيد هلا انا انه اشتغلت مع كثير انه فنانين وكانوا من الصف الاول كمان مثل حبيبه قلبي اسلام بس ابدا ما عندها لا شوفه الحال متواضعه كثير وبتقرا مشهدها بتكون حافظته قابل وانا ما بكون ابدا قاريان الناس كله تبع الفيلم اصلا وبتصير تفهم اللي بده يشتغل معه يعني شو يعمل انتبه له وهذا لا هون بنرجع بنعيد هلا بس بالفعل اذا كان تارك لي مجال يعني عباس حدا بالفطره بيمثل قد ايه طبيعي وعفوي قد ايه بتحبه مثل ما هو فما كان مضطر انه يحفظ وياخذ كل شيء سيريز من الفيلم فكيف طالع بجد ان شاء الله الله بيكتب لنا رقصه بدي ارقص انا زوزو هون عن جد سؤال بيطرح نفسه انت ولا مره فكرت تمثل ولا انطرح عليك ولا ما بتحب انت وين بهذا المجال لكن طرح علي اكثر من زمان لليوم بشوف كثير نصوص بس بعد ما بعرف ما مع انه بحب كثير التمثيل اوكي وشغلي وحده من الطموحات اللي حابب اعملها بس بعد ما صارت ما بعرف ليش اذا بدك بحكي لك مع حدا مشان ظبط معقول نشوفك شي معقول نشوفك شي نهار بلجنه التحكيم ليش تحكيم شو بروجرام غنائي؟ ايه ما بعرف اذا لازم يعني حسب ما كل شيء بوقته يعني اذا بوقتها لقيت انه قادر اكون بلجنه التحكيم او قادر اعطي رايي ب طيب شو رايك اليوم ببيت الكل تكون عضو بلجنه التحكيم؟ يلا خلينا نستدعي بس مدام منى ابو حمزه تساعدنا بس اي جي شو في؟ بدنا عزلي بس نانو في انا وجوزيف يلا نتحكم بنقيم اصوات خليك تنسلين اهلين أدل بنت منطقتي أدل سلمت يا مبيضتي لي وجهي يا مبيضتي لي وجهي حبيبة قلبي مش عم بعرف بدي خبرك شيء بلا سلمت عليك بس بدي اقول لك شيء فيني اقول لك يا قبل ما نبلش ايه تفضلي عاد بدي خبرك خبريه انه انا جوزيف خبرتني امي ايه قالت لي عن هيدي وقتها كنت بالكاتريام وطلع نومينيه سرقة بكيت جمعه ما رحت على المدرسه كيف بتعرف انه اديل عم تكذب؟ لانه هيدي هي الجمله ما ضل حدا من ضيوفي لما قلت اياها انا ما طلعت نومينيه ولا مره ما طلع نومينيه اصلا هو ربح الله كبير شافت في معهم في وجوههم